اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. طيب النهارده الموضوع مختلف شويه، النهارده عندنا المدير الفني لمنتخبنا الوطني كارلوس احمد ثابت، وعندنا المدير الفني لنيجيريا مش فاكر اسمه اوجستي كريم سعيد اوجستي. خلينا نشوف النهارده منتخب مصر وهو بيلاعب منتخب نيجيريا ايه اللي هيحصل من خلال وجود طبعا كريم سعيد واحمد ثابت على الشاشه. اتفضلوا. طيب في بدايه كابتن اسلام، انا وجهه نظري منتخب مصر عنده مشكلتين مع منتخب نيجيريا. طبعا في منتخب نيجيريا قعد فتره طويله مع المدير الفني المخضرم الالماني رور، ورور سابهم قبل الكان وجه باسيرو بشكل رسمي، ولكن باسيرو اتفق مع الاتحاد النيجيري ان هو يتولى القياده رسميا بعد كاس الامم فعليا يعني، لكن هو هيتابع الفرقه في الكان ومش هيتحمل مسؤوليتها. اللي هيتحمل المسؤوليه الكامله المدرب المساعد اوجستين اللي هيكمل مع باسيرو، وباسيرو هيبدا يشوف الفرقه عشان النوك اوت بتاع التصفيات الاخيره للمونديال. ايوه. ايه المشكلتين اللي انا بتكلم عليهم لمنتخب مصر قدام منتخب نيجيريا لما نجيب السبوره ونشرح الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب النيجيري؟ المنتخب النيجيري في وجهه نظري اول مشكله لينا معاه هي طريقه اللعب. طريقه اللعب منتخب النيجيري في مبارياته الاخيره كان واضح جدا ان الفرقه متجهه للثلاثه خمسه، ممكن عشان الفيديوز اتنين، والطريقه دي مين واجهنا بيها في بطوله كاس العرب يا استاذ احمد؟ المنتخب التونسي. المنتخب التونسي مع منذر الكبير لعبنا بثلاثة ورا بخمسة ورا، ووضح ان احنا كان عندنا مشاكل فنية في التعامل او اللعب قصاد فرقة بتلعب بالطريقة دي. وطبعا اكيد 100% ان سكواد او قائمة المنتخب التونسي اضعف بكتير من قائمة المنتخب النيجيري. لما نيجي نقول اسماء منتخب تونس صعب جدا اقول ان هم عندهم نفس الامكانيات او عندهم نفس لا، بس الأسماء. منتخب تونس عندهم لعيبه كويسه جدا جدا يعني، فضل. لكن في وجهه نظري يعني بقول يعني نيجيريا اقوى شويه كقائمه لاعبين، خصوصا كمان الانديه اللي بيلعبوا فيها في اوروبا. وبالتالي اول حاجه احنا محتاجين نفكر فيها هو ازاي هنواجه فرقه بتلعب بالثلاثه خمسه اتنين، خصوصا ان احنا بنتكلم على فريق ما بيدكش المساحات اللي انت محتاجها على الاطراف، سواء على الطرف اليمين او على الطرف الشمال. وكمان النهارده لما نشوف كلام احمد موسى على محمد صلاح نستشف منه ان هم اصلا مركزين جدا جدا مع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا عامل احمد موسى لاعب نيجيريا طبعا احمد موسى لاعب مخضرم، وشفنا طبعا احمد موسى في مونديال 2014 كان حاجه بصراحه حاجه عظيمه يعني. لعيب قوي جدا جدا ومكمل لغايه دلوقتي، وطبعا اكيد مش هيبقى اساسي مع الفريق بسبب عامل السن، ولكن لاعب خطر جدا جدا ان احنا لازم ناخد بالنا منه وناخد بالنا من تصريحاته. تركيز محمد صلاح واضح جدا، المنتخب النيجيري هيلعب ال 3 5 2 عشان يوقف بيها محمد صلاح. محمد صلاح طول ما انت بتلعب قدامه باربعه في ازمه. صح. بالنسبه لك، لكن لما تلعب قدامه بثلاثه هيبقى هنا عندك محمد صلاح عنده مشكله مع اللاعب ده. هيبقى في النهارده مثلثات معموله من اللاعب ده اللي هيقدر كونج اللي هو بيلعب في واتفورد. هنجيب بقى التشكيل. انا بتكلم الاول بس يا احمد على ايه؟ على الخطه نفسها. في مساك، لو سمحت سيب مدرب منتخب نيجيريا يقول اللي هو عايزه. في مساك هيبقى متطرف على الطرف عشان يقفل لك الجناح، واصلا اوريدي في جناح قدامه، وكمان انا في وجهه نظري المهاجم الثاني اللي امامي هيبدا ناحيه اليمين يرحل عشان يقفل الجبهه دي قدام محمد صلاح. محمد صلاح يبقى عنده ما يشبه المهمه الثلاثيه قدام المنتخب النيجيري يا كابتن. طيب تعال بقى نتكلم على الاسماء اللي احنا هنشوفها في الملعب. طبعا احمد قال واحنا قاعدين ان بالوجان لاعب مدافع رينجرز مش هيبقى موجود في القائمه بسبب برضو المشاكل اللي حاصله في موضوع كورونا. طيب مين بقى المدافع التاني اللي عندهم؟ تروست ايكونج مدافع واتفورد الانجليزي، مدافع قوي جدا جدا جسديا، ربما يكون لاعب بطيء بس هو بيلعب دايما في العمق، ما بتلعبش على الطرف ان هو بطيء، لكن قوي جدا على المستوى
البدني. اللاعب التاني الممتاز في دفاع نيجيريا في وجهه نظري الشخصيه استاذ احمد اوازيم، اوازيم لا مدافع لانا سبور التركي، لاعب مهم جدا 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 في الدفاع النيجيري. واللاعب اللي في وجهه نظري هيخش بدل بالوغان هو هيبقى كينيت اوميرو. والتلاته دول اكيد طبعا منتخب النيجيري خسر بالوغان طبعا لاعب مهم جدا في الدفاع، ولكن فكره الثلاثي ده في دفاع منتخب نيجيريا اكيد مع الطريقه هيديهم عمق دفاعي مميز. لما نبص على الاطراف نروح نشوف على الجبهه الشمال اللي في وجهه نظري الفول باك اللي هيواجه محمد صلاح هو جاميلو كولينز، الفول باك لنادي بادربورن الالماني، بيلعب في الدرجه الثانيه، مدافع كويس ولاعب كمان سريع وبيقدر يطير على الجبهه دي، لكن اكيد هيبقى عنده مهام دفاعيه مع محمد صلاح. على الناحيه الثانيه نفاسه نيجيريا الصاروخ السريع جدا 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 موسيس سايمون لاعب فريق نونت الفرنسي، لعيب سريع للغايه محتاج بصراحه جهد بدني كبير عشان تقدر تواجه السرعه بتاعته على الاطراف. نيجي في وسط الملعب حدث ولا حرج، طبعا الهاف ديفندر الاساسي لفريق ليستر الانجليزي، طبعا واحد من نجوم الدوري الانجليزي واحد من نجوم فريق ليستر ويلفرد نديدي، طبعا كلنا بنتابعه مع ليستر سيتي خلال الفتره الاخيره ولاعب مميز جدا جدا جدا. وفي قدامه طبعا هيبقى في موجود ايوبي طبعا لاعب خط وسط نادي ايفرتون، وطبعا قريبه اللي بيلعب في رينجرز الاسكتلندي. ونروح لقدام بقى طبعا فيكتور زي ما قلنا في بدايه الفقره ان فيكتور اوسايمن مهاجم نابولي مش موجود، فبالتالي انا في وجهه نظري كان المفروض يخش بداله ايجالو، بس ايجالو طبعا عنده من قيمه ساعتين في ازمه كبيره جدا ما بين ايجالو وما بين نادي الشباب السعودي، نادي الشباب مش عايزه يسافر، وفعلا واضح ان في يعني تصرفات من اداره النادي اللي هي متعمده ان هو ما يسافرش، وفي دلوقتي مفاوضات مع الاتحاد النيجيري عشان يلحق البعثه، لان في وجهه نظري البديل الامثل لفيكتور اوسايمن هو اودين ايجالو. طبعا المهاجم الثاني بيلعب معاه هيبقى ايناتشو مهاجم نادي ليستر وبرده زميل نديدي في نفس الفرقه. بقى تشكيل قوي جدا وجهه نظري الفرقه دي والاسماء دي ايه اللي يديهم قوه زياده؟ طريقه اللعب، طريقه اللعب 3-5-2، ودي بقى الاستاذ احمد كيروش هيقول لنا ازاي ممكن منتخب مصر يلعب قصاد الفورميشن او قدام التكتيك اللي انا شرحته. مستر احمد كيروش.